اهلا بيكم. والتحدي الاول خلال شهر رمضان، وزي ما اتفقت معاكم هيكون عندنا 3 تحديات خلال شهر رمضان. سبق وشرحنا أنظمة شهر رمضان بشكل كامل بال30 يوم، ولكن حبيت إن أنا أعمل لكم كل 10 أيام يكونوا كده لوحدهم علشان خاطر يكونوا مشجعين إن شاء الله. 3 تحديات، كل تحدي 10 أيام، فإن شاء الله أهلا بيكم. والتحدي الأول من تحديات شهر رمضان، من يوم 1 رمضان وحتى يوم 10 رمضان، فلو جاهز معانا لهذا التحدي قول أجل قبلت هذا التحدي. هي ايوه انت عايز تبقى رشيق؟ تبقى رشيق يعني اشترك في القناة بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم اهلا متابعي. لو نفسك تخس في كل مكان، وكل عام حضراتكم بألف خير، وان شاء الله بإذن الله الكل يستمتع بالرشاقة، وتكون او يكون شهر رمضان بداية قوية وتحدي قوي ان شاء الله يخليك ان انت تخس دهون كتير، لان خلال شهر رمضان بيكون النظام جميل وسهل وبسيط ومشجع. كده كده انت صايم، وطبعا يعني فرض علينا الصيام في شهر رمضان، فحضرتك كده كده صايم، وبالتالي لازم نستفيد بهذا الصيام. وان شاء الله كده لما يكون فطارك يكون كويس ومنظم، وسحورك ايضا منظم، صدقني هتلاقي نتيجة قوية جدا جدا جدا. فيلا بينا بقى نروح نشوف التحدي الاول اللي هو من يوم 1 رمضان وحتى يوم 10 رمضان، علشان نتشجع ان شاء الله. واللي قبل معانا هذا التحدي اشترك في القناة، كمان يضغط اللايك القوي، وكمان يقول اجل قبلت هذا التحدي. تعال بقى نبدأ بنظام جميع الاوزان. نظام جميع الاوزان نظام سهل وبسيط، وهو مناسب من سن اكتر من 16 سنة. فنبدأ بقى بالتحدي الاول، وده من يوم 1 رمضان وحتى يوم 10 رمضان. تعال بقى نشوف النظام. زي ما انت شايفين كده النظام بسيط قوي، متقسم حتتين. طبعا احنا بنبدأ بالسحور وبعد كده الفطار. يعني يوم 1 رمضان احنا البداية بتاعة شهر رمضان بتاعنا بنبدأ بوجبة السحور، فزي ما انت شايفين كده دي وجبة السحور. وجبة الفطار اهي. طيب تعالى، وجبة السحور عبارة عن ايه؟ طبعا المسحراتي جاي بيقول لك اصحى يا بطل وتسحر، اختار وجبتك مع ثمرة فاكهة وكوباية حليب او زبادي. طبعا زي ما انت شايف كده اختيارات الوجبات، تختار وجبة من الوجبات دي، زي مثلا على سبيل المثال 6 معالق فول زائد سلطة خضراء زائد نص خبز حبة كاملة بلدي او شعير 50 جرام. دي الوجبة بتاعتك. تجيب طبق فول حلو كده مع شوية سلطة خضراء مع نص رغيف بلدي، ويعني بقى نبتدي بقى نخش على الفاكهة مع ثمرة فاكهة اهي تحت، اختار ثمرة فاكهة من الفواكه دي، وكمان مشروب كوباية حليب او كوباية زبادي خالي الدسم. يعني وجبة متكاملة في السحور مفيدة جدا جدا، وصدقني السحور ده يكفيك حتى لو انت انسان مش عايز تخس. يعني ده يعني يعتبر بتاع الناس الاكل الناس العادية. وطبعا عندنا بقى الوجبات الخفيفة بين الفطار ومين السحور، عندنا ثمرة فاكهة، كوبايتين حليب خالي الدسم، وجزرتين، وحبيتين طماطم، وحبيتين بصل، وحبة بتنجان، ومعلقة طعام زيت زيتون او 5 حبات زيتون، وتناول خضار والخيار الخاص القتة اي وقت بين الفطار والسحور. طبعا الوجبات الخفيفة ثابتة بداية من ثمرة الفاكهة. يعني في اليوم ده عندنا او في النظام رمضان تقريبا كله هيكون عندنا ثمرتين فاكهة خلال اليوم. نظام الصيام بيكون او الصيام عامة بيكون قوي على الجسم، وبالتالي لازم نعوضه بعناصر بشكل مكثف. فعندنا ثمرتين فاكهة خلال اليوم، واحدة مع السحور وواحدة بين الوجبات بين الفطار وبين السحور. عندنا طبعا الفطار زي ما انتم شايفين كده مع اذان المغرب، عندنا بقى كوباية تمر هندي اهو، تمر هندي. طبعا التمر الهندي اللي احنا نقصده ده التمر الهندي الطبيعي الاصلي، عارفين اللي هو اللي بيبقى حبوب ده وبيتنقع شوية، هو ده، لكن مش التمر الهندي اللي هو المضروب، تمام كده؟ او كوباية قمر الدين. النهاردة طبعا او اول يوم في رمضان طبعا بيبقى يوم الوجبة بتاعته مفتوحة في الفطار، علشان كتير منكم بيكون يعني معزوم، بيكون في وسط الاسرة بتاعته، بيبقى عايز يفرح. وطبعا احنا جايين، لو انت بقى متابع معانا من تحديات اللي فاتت، فيعني ده اليوم المفتوح يعتبر بتاعك يعني. طيب، او 3 تمرات، وده من السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، او معلقة كبيرة من عسل النحل زائد كوباية حليب خالي الدسم. ولكن انا انصحك ان انت تاخد 3 تمرات مع كوباية الحليب الخالي الدسم.
الوجبه المفتوحه بقى عندك اختيارات كتير للوجبه المفتوحه زي ما انت عايز بقى، يعني من 400 ل 500 جرام مشويات مشكله، او لو انت بقى عندك في البيت، يعني في كتير منكم بقى عنده اليوم الوجبه المفتوحه دي بقى في بدايه رمضان، ماشي كل اللي قدامك واللي نفسك فيه، بس اول ما تحس ببدايه الشعور بالشبع وقف اكل، تمام كده، وقف اكل بس واشرب ميه بقى كده وخلاص، وعشان ما تقلش على معدتك وما تكبش على معدتك. تعليمات الهامه: تناول من 8 ل 12 كوب ماء يوميا من بين الفطار والسحور، وممارسه المشي والرياضه اي وقت. طبعا لو انت بتمشيش او بتقدرش تمشي او الكلام ده كله، فيكفي العمل جوه البيت مفيش مشكله. تناول معلقه زيت زيتون يوميا، واحرص على تناول الخضروات. خدوا بالكم من الخضار وزيت الزيتون والميه خلال شهر رمضان، عشان الناس اللي عندها امساك وعندها مشاكل مع الامساك، الثلاث حاجات دول هيفرقوا معاكم بشكل كبير جدا 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 جدا. تعال بقى نروح لليوم الثاني من شهر رمضان، وهنلاقي السحور زي اليوم اللي قبله برضو، عندنا نشويات كاملة مع البروتين مع الخضار. اختار الحاجة اللي انت عايزها، ثمرة فاكهة، مشروب كوباية حليب او كوباية زبادي قليلة الدسم، والوجبات الخفيفة الاساسية بقى اللي احنا عارفينها اللي هتتثبت معانا كل يوم، تعليمات نفسها بتاعت كل يوم. الفطار بقى هيكون عندنا اختيارين، يا اما ثلاث تمرات زي كوبايه حليب خالي الدسم اللي انا بنصح بيها، او معلقه كبيره من عسل النحل زي كوبايه الحليب. طبعا يعني اللي انصح بيه الثلاث تمرات مع كوبايه الحليب، دي سنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. البروتين هتختار بند واحد من البروتين، عندك جبنه قريش، عندك 2 بيضه مسلوقه، عندك نص دجاجه، عندك 3 سمكات متوسطه، عندك قطعه سلمون، عندك سردين، عندك تونه، عندك لحم احمر، عندك صدور ارانب، عندك صدر الديك الرومي، عندك جمبري. بص عندك جميع انواع البروتين، وطبعا في التعليمات هتلاقي برضو انواع تانية، يعني برضو عندك اختيارات متعدده اكتر للبروتين. فعندك بروتين كل انواع البروتين الغالي والرخيص المناسب ليك. ممكن يكون الجمبري عندنا غالي، لكن في دول تانية عندهم الجمبري ارخص من الجبنه القريش والعكس. فيعني برضو عشان احنا برضو متابعينا من كل مكان في العالم، فاحنا بنحاول نحط لك اختيارات كتيره، واختار الاختيار المناسب ليك. اختار بند مع البروتين والنشويات، عندك بقى تختار البند اللي انت عايزه. عايز 9 معالق رز كده، طبق رز من غير زيوت ولا دهون والكلام ده كله، تاخد 9 معالق بعد الطبخ يعني، او 9 معالق مكرونه من دون دهون او الكلام ده كله، او الكينوا تعمل 40 جرام قبل الطهي، او 2 توست بني، او حبه متوسطه من البطاطس، اللي يلبق لك واللي اللي انت عايزه مش مشكله خالص. الخضار طبعا كل الخضار اللي نفسك فيه، اعمل طبق سلطه خضراء، اعمل خضار سوتيه، اعمل الاثنين مع بعض كلهم الاثنين مع بعض مفيش مشكله خالص. اعمل خضار نيف بدون زيوت، يعني مطبوخ عادي بس بدون زيوت او دهون والكلام ده كله. اعمل اي خضار اللي طبعا موجود عندنا في التعليمات، انواع الخضار المعينه يعني اللي هي بتبقى كتيره عندنا، بس بعض الحاجات زي البسله بلاش عشان فيها كارب عاليه، البطاطس دي خضروات نشويه فما ينفعش، فدي تعتبر من النشويات. لكن في خضار كتير يعني تقدر ان انت تعمله، تعمل لك طاجن باميه، تعمل لك كوسه، تعمل لك فاصوليا خضراء، ملوخيه، خرشوف، الحاجات دي كلها، وايه واختيارات اخرى. ده اليوم الثاني في شهر رمضان. تعال اليوم الثالث بقى. اليوم الثالث زي ما انتم شايفين كده عندنا السحور بدون نشويات، بروتين وخضار فقط في الوجبات، معاها ثمرة فاكهة، معاها المشروب، وطبعا الوجبات الخفيفة. والفطار عندك بقى الاختيارين، التمر او العسل، والبروتين عندك بس النهاردة هيكون بروتين وخضار فقط. يعني هنا اليوم ده ما فيهوش نشويات، هيبقى سحوره وفطاره بدون نشويات. تعالى اليوم الرابع، النظام جميع الاوزان. طبعا هنلاقي عندنا زي ما انتم شايفين كده، عندنا اهو الاختيارات، عندنا نص كمية النشويات اهو، ربع بدل نص رغيف، هيبقى عندنا ربع خبز حبة كاملة مع 6 معالق فول مثلا، او البيض، او الجبنه القريش، او اللبنه، او الجبنه الابيض العادي مثلا قليل الدسم، او حبه متوسطه من البطاطس زائد 2 بيضه مسلوقه، يعني اختيارات متعدده. فعندنا نص كميه النشويات مع الفاكهه مع المشروب والوجبات الخفيفه. المغرب لما ياذن عليك تاخد الاختيار من الاختيارين دول. البروتين عندنا هنا البروتين نباتي، يعني النهارده او اليوم الرابع هيبقى عندك بروتين نباتي. طبعا ناس كتير بتحب البروتين النباتي فاخدناه مره كده. طب انا ما بحبش البروتين النباتي، او ما بياكلش معايا، او ما بيقدرش ان انا يعني مش مهم مش عايزه قوي، يعني خلاص بدله باي بروتين حيواني خفيف من اليوم اللي قبله مفيش مشكله. النشويات عندنا نص كميه النشويات بدل 9 معالق او 5 معالق رز بس، لو في الطبيعي بناخد 9 معالق، لا هناخد النهارده 5 معالق رز بس او الكلام ده كله، يعني نص كميه النشويات اللي احنا اتعودنا عليها. تعالى بقى اليوم الخامس، زي ما انت شايف كده السحور اهو، زي ما انت شايف كده السحور
هيكون بدون نشويات مع الفاكهة مع المشروب والوجبات الخفيفة طبعا دي بين الفطار والسحور. الفطار عندك اهو هيكون يوم مفتوح او وجبة مفتوحة. شفت الوجبة المفتوحة جات لنا ايه؟ يعني جات لنا في يوم واحد رمضان ويوم خمسة رمضان. ايه ده؟ هي ده مش كتير كده؟ لا مش كتير، ما تقلقش، لاني النظام ده محسوب بشكل كويس جدا، وكمان انت بتصوم فجسمك بيرهق بشكل كبير جدا جدا. وطبعا التزم بالوجبة المفتوحة، ما بقاش بقى اليوم مفتوح ما بين الفطار والسحور، مفيش كده، لا هي وجبة واحدة مفتوحة بس تاكل فيها اللي نفسك فيه وخلاص على كده. صدقني هيفرق معاك بشكل كبير جدا، وصدقني النتيجة بتاعت النظام ده هتبقى حلوة جدا جدا. فاذا الفطار بتاعنا وجبة مفتوحة. تعالى اليوم السادس بقى من شهر رمضان، نظام جميع الاوزان. عندنا اختيارات الوجبات زي ما انتم شايفين كده اهو، عندنا نص كمية النشويات في الفطار وفي في السحور، وكمان عندنا ثمرة فاكهة المشروبات. الفطار عندنا اهو برضو هيكون بروتين متنوع، بروتين متنوع يعني من ضمن اللحوم الحمراء وشوية حاجات كده كتير، ده اسمه متنوع. النشويات نص كمية النشويات اهي خلاص كده، والخضار طبعا. تعال اليوم السابع بدون نشويات في الوجبات للسحور، بدون نشويات في الفطار. اليوم الثامن هيبقى عندنا نص كمية النشويات في السحور، عندنا الفطار بتاعنا هيكون فيه بدون نشويات. اليوم التاسع في نظام جميع الأوزان من شهر رمضان، عندنا السحور هيكون نص كمية النشويات، الفطار وجبة مفتوحة. شوف انت من يوم واحد رمضان ليوم تسعة رمضان عندك ثلاث وجبات مفتوحين، وبالتالي ما تقلقش خالص، يعني صدقني التزم بالنظام هتاكل وتتدلع وكمان هتخس ان شاء الله. اليوم العاشر من شهر رمضان عندنا السحور، عندنا زي ما انت شايفين كده، زي ما انت شايف بدون نشويات في السحور، الفاكهه المشروب. الفطار هيكون عندنا في نشويات مع البروتين، نشويات كامله مع البروتين، نظام سهل جدا جدا جدا. يلا بينا بقى نروح على نظام المرضعات. وطبعا ده اليوم الاول، ده طبعا نظام المرضعات سهل وبسيط، وطبعا باللون اللون الاخضر الفاتح ده. فطبعا زي ما انتم شايفين كده هتلاقي عندك بقى النظام سهل وبسيط، في نشويات في السحور مع ثمره الفاكهه مع المشروب كوبايه حليب خالي الدسم او كوبايه زبادي، وطبعا الوجبات الخفيفه. طبعا عندك ثلاث اكواب حليب، ممكن تاخدي كوب حليب مع السحور، كوب حليب مع الفطار، وكمان كوب بقى بين الفطار وما بين السحور. عندك وجبه مفتوحه يا ست الكل في هذا اليوم، اليوم الاول. وطبعا يعني السيدات المرضع من الناس او من الابطال اللي الحرق بتاعهم بيبقى اعلى من الطبيعي. ده اليوم الثاني برضو في نشويات كتير اهو، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، اليوم السادس، واليوم السابع، اليوم الثامن المرضعات، اليوم التاسع المرضعات، اليوم العاشر. تعال بقى نروح لنظام الاشبال. نظام الاشبال مناسب للاشبال من سن 11 ل 16 سنه، نظام من الانظمه المشجعه اللي انا يعني حريص ان دايما يكون متواجد معانا، لاني الاشبال والتغيير مسار حياتهم بيبدا من نهجهم للاكل الكويس. وكل ما كان اطفالنا واشبالنا بياكلوا اكل كويس صدقني هينعموا بحياه وبمستقبل ان شاء الله كويس جدا. وزي ما هذه المقولة، العقل السليم في الجسم السليم. تعال بقى نروح لنظام الأشبال، وده اليوم الأول. وطبعا نظام الأشبال من الأنظمة السهلة والبسيطة أيضا، اليوم الثاني للأشبال، اليوم الثالث للأشبال، اليوم الرابع، اليوم الخامس، السادس، السابع، والثامن، والتاسع، العاشر أشبال. تعال بقى نروح لنظام الاطفال. وطبعا ده نظام استرشادي، يعني اعتقد يعني كتير من الاطفال ممكن من سن 11 ل 16 سنه، اللي من سن 5 ل 11 سنه مش هيصوموا، ولكن يعني بعضهم بيبقى عايز تشجيع يشوف نظام ليه. طبعا يمكن النظام ده بياخد وقت، لكن انا حريص حتى لو هو هيشجع طفل واحد فانا راضي بهذا. فلو يعني طفلك هيصوم ممكن تشجعه وتقول له احنا عملنا لك اهو نظام، كان من باب التشجيع كمان ان هو يبقى حاسس ان هو معاك من افراد الاسره، ولكن تقدر تزود اكل ليه عادي مفيش مشكله خالص، ولكن خليك في الاكل الصحي ايضا. فهو نظام استرشادي فقط. تعال بقى ده اليوم الاول للاطفال. اليوم الثاني هتلاقي عندهم اكل كتير الاطفال، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع،
العاشر. طبعا نظام الصيام الساعات الطويلة ده من الأنظمة اللي كتير من الناس بيكون عايش في دول بيصوم أكتر من 20 ساعة، وبالتالي بيبقى عايز نظام يقوي بقى معاه الموضوع شوية ويبقى يسنده حبتين تلاتة. عشان كده عملنا لكم النظام ده، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. وطبعا يعني لو أنت بقى يعني عايزني أجرب معاك أصوم 20 ساعة، فقول لي تعالى لي يا باشمهندس وتعالى جرب عندنا الصيام عشان نشوف برضه وندرس الموضوع إن شاء الله. تعالى بقى نروح ليوم 1 رمضان، نظام ساعات الصيام الطويلة. 2 رمضان، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. نظام غير صائمين، طبعا انا كاتب مناسب للمسيحيين لان المعظم يعني معانا متابعين كثر من الاخوة المسيحيين، فيعني علشان خاطر نستمر ونكمل زي ما بدأنا مع بعض، نكمل ان شاء الله مع بعض. ف يعني برضو في بعض الناس بتقع مننا السيدات اثناء فترة او اثناء الدورة الشهرية، احيانا برضو بيتوقفوا عن الصيام وبيلجأوا الى الافطار، فده معهم رخصة بهذا، فيقدروا ان هم يمشوا على نظام الغير صائمين علشان الاسئلة اللي بتكرر كل سنة. طبعا يعني نتيجة بقى الخبرة والتكرار الاسئلة بنحاول نغطي كل احتياجاتكم في انظمة شهر رمضان. ده اليوم الاول طبعا لنظام الغير صائمين. 2 رمضان الغير صائمين، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. طبعا دي جداول التعليمات، وطبعا زي ما انتم شايفين كده عندنا بقى هنا الناس اللي بتحب الكنافة وكنافة بالقشطة والهريسة والبسبوسة. ازيكم عاملين ايه؟ تعالى كده نتفرج كده على الحاجات دي في المية جرام قد ايه. 100 جرام يعني لو جبت كيلو قسمته على 10، تمام كده 10 حتت، فالحتة اللي انت هتاكلها دي لو انت هتاخد كنافة بالجبنة المية جرام بس ب360 سعر حراري، يعني رقم كبير. 360 سعر حراري ده كبير 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 قوي كمان. يعني انت لما تمسك كده برتقانة غلبانة، البرتقانة كلها على بعض يعني كل يوم ما تتمعظم ويوم ما تبقى جاية من بلاد برة ما بتكملش مثلا 80 سعر حراري. فانت بقى لما تيجي تاكل حتة بتاع 100 جرام كنافة بالجبنة ففيها 360 وبيرتفع. طبعا عندك بقى الهريسة او البسبوسة باللوز بتوصل ل 530 سعر حراري وارقام كده ومش عارف ايه، والعوامة العوامة 390 سعر حراري. فيعني ربنا يستر علينا جميعا يا جماعة. طبعا القطايف برضو الناس اللي بتبلبع القطايف، في ناس ما بتاكلش القطايف، ناس بتبلعها. اه والله تلاقي واحد كده واقف ضرب له 20 30 قطفايه كده في منت والله العظيم. فناخد بالنا من هذه الامور علشان خاطر الحاجات دي يعني هتفرق معانا. فانا بوري لك بس القصه بتاعه السعرات الحراريه اللي موجوده في حلويات شهر رمضان او الحلويات بشكل عام. طبعا التمر الهندي والقمر الدين والخروب والعرسوس والكركديه والحاجات دي كلها، انا بتكلم هنا على المشروبات الاصليه مش المشروبات اللي هي المضروبه اللي بتتباع بودر. فهنا بتكلم لو كوب يعني 250 ملي لتر، تمام كده ربع لتر يعني هيعمل 300 سعر حراري. الفكره في الحاجات دي في كميه السكر اللي بتبقى فيها، يعني السعرات الحرارية اللي في الحاجة نفسها بتكون برضو مش كبيرة مقارنة بالسكر عشان توصل لدرجة تحلية معينة. فطبعا دي متوسطات، ممكن تزيد ممكن تقل سيكا، لكن ممكن تزيد اكتر من كده كمان على حسب الموضوع. يعني الكركديه من اكتر الحاجات اللي بتحط لها سكر طبعا، فبيصل كوباية الكركديه لو انت مثلا رحت عند حد من قرايبك او معزوم هناك وعزم عليك بكوباية كركديه فقال لك خد اشرب، اوعى تشرب اجري، بص ارمح يعني، بص خد يعني ايه ديلك في سنانك واطلع اجري. ليه بقى؟ لان بيبقى فيه كمية سكر غير عادية عشان مثلا توصل كوبايه دي وطبعا انتوا بتشوفوه طبعا بتحط 10 معالق مثلا علشان خاطر توصل لدرجه الطعم. على بقى هنا لتعليمات مهمه قوي لازم ان انت تعرفها قبل ما تبدا النظام. عندك الميه مهمه جدا من 8 ل 12 كوب وتوزعهم من الفطار للسحور، وباكد تاني على ضروره توزيعهم علشان الجسم يستفيد منهم. ناس كتير تلاقي مثلا ما شربش ميه من اول ما فطر مثلا،
تلاقيه يجي بالليل يفتكر يقعد يشرب ميه يقولك عشان بس ما عطش طول النهار. طبعا الكلام ده مش صح، لازم تشرب ميه على مدار الفتره ما بين الفطار والسحور. طبعا لو انت عايز تحافظ بقى على الترهلات ان ما يحصلش فيه ترهلات، تحافظ على الحرق بتاعك ان هو كويس، تحافظ ان اجهزتك الحيويه تبقى شغاله في اعلى كفاءه ممكنه، وبالتالي هينعكس ده على صحتك بشكل كبير جدا. خايفه من الاستريتش ماركس فتقدري ان انت تشربي ميه بشكل كويس، خايف من الترهلات او خايفه من الترهلات اشربي ميه بشكل كويس، خايف من الامساك اشرب ميه كويس، حاجات كتير هتفرق الميه، الميه حياه. تعال بقى النوم، النوم مهم قوي، من 8 او من 7 ل 8 ساعات مهمين ان انت تنام نوم عميق. وقبل كده اتكلمت في هذا الموضوع وقلت ان ضروري تناول الاكل الصحي بينعكس على نومك، بيخليه نوم عميق، بيفرق معاك بشكل كبير جدا، بيخليك ان انت فعلا فعلا يعني في حالة كويسة جدا مع نفسك. طبعا الالتزام بالنظام الغذائي دون زيادة او نقصان، يعني ايه؟ يعني الاكل اللي موجود قدامك تاكل منه، عندك 9 معالق رز تاكلهم 9، ما تخليهمش 10، ما تخليهمش 8، ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا جدا. ممارسة الرياضة، ويفضل رياضة المشي، المشي من افضل الرياضات لرفع الروح المعنوية وكمان تحسين اداء الجسم بشكل كبير جدا جدا. معلقة طعام زيت زيتون مهمة قوي على مدار اليوم، من الحاجات اللي هتفرق معاك صحيا في خفض الكوليسترول السيء ورفع الكوليسترول الجيد، وكمان في موضوع الامساك وحركة الامعاء. تعال بقى للخضار، مهم جدا الخضار قوي قوي قوي، الياف، فيتامينات، يعني مفيش امساك، يعني بشرة نضرة، يعني جسمك قوي وبيقاوم اي امراض ممكن تطرأ عليك من الخارج. تعال بقى الابتعاد عن الميزان وعدم استخدامه بشكل متزن، ما تقعدش بقى طالع جاي على الميزان خلال شهر رمضان، ابدأ معانا وفي نهاية الشهر ان شاء الله ابقى اوزن، غير كده هتلاقي نفسك متوتر وعمال تطلع الميزان، ايه ده انا بقالي يومين وما خسيتش. لا، كمل كده بس على المسابقة بتاعت شهر رمضان وصدقني هيفرق معاك بشكل كبير جدا. تعال بقى هنا، في عندنا 5 حاجات لرفع الحرق مهمة جدا، المية وقلنا من الفطار للسحور مهمة قوي، النوم، الحفاظ على الجسم من الامساك، وجود يوم مفتوح. طبعا عندنا احنا عندنا بقى في في شهر رمضان عندنا وجبات مفتوحة كل 3 أيام وكل 4 أيام في وجبة مفتوحة، وممارسة الرياضة، المشي مهم جدا، والالتزام بالنظام الغذائي، دي سايكل كده أو نقول بقى دايرة كده، لو احنا مشينا فيها هنلاقي ان احنا حققنا اللي مطلوب مننا. كلت كويس هتنام كويس، تحرق كويس، تحافظ على جسمك من الامساك، تحافظ على نفسك يبقى عندك طاقة، تلعب رياضة، تلتزم بالنظام، تنام كويس، تشرب مية كويس، وهكذا، فتلاقي نفسك دخلت في الدايرة الجميلة دي. طبعا دي كلمات دلالية، لان كتير من الناس تسألني يا باشمهندس انا من الجزائر، انا من المغرب، انا من الشام يا باشمهندس، وعايز اعرف، بدي اعرف المصطلح يعني ايه جبنة قريش وهكذا. فطبعا دي كلمات دلالية تقدروا ان انتوا تشوفوها، والجداول دي مهمة قوي ان انتوا تراجعوها. وطبعا دي اتعملت يعني بالاستعانة بفريق عمل من المغرب والجزائر والشام، دي الكلمات الدلالية اهي، جداول كتير، كل الحاجات اللي في النظام دي. قائمة الفواكه المسموحة، دايما بنقول لك في نظام عندك فاكهة، ثمرتين فاكهة خلال اليوم في شهر رمضان، دي بقى الفواكه المسموحة بالكميات المناسبة ليك، لازم برضو تشوفها. ودي الممنوعات، ودي قائمة بدائل الخضروات، بدائل كتير للخضروات، ودي النشويات، بدائل كتير للنشويات زي ما انت حابب، ودي طبعا البروتين، انواع كتير من البروتين، وده البروتين النباتي. طبعا دي المشروبات اللي ممكن تشربها، ودي الممنوعات الدايمه اللي ضرتنا واللي جابتنا يعني جابت لنا الكافيه الصراحه، ودي الممنوعات المؤقته. بعد ما شفنا شرح التحدي الاول، ها هنشارك وهنكمل ان شاء الله المشوار مع بعض ان شاء الله. ربنا يبعد عننا القطايف والبسبوسه والكنافه وكل الحاجات اللي هي، ربنا يستر علينا بقى. السلام عليكم. اسهل الطرق للوصول لانظمه لو نفسك تخس، اولها تطبيق لو نفسك تخس اللي تقدر تحمله من على جوجل بلاي، واللي هيجيلك اشعارات بشكل يومي من التطبيق علشان تشجعك، وكمان تقدر تدخل جوه التطبيق علشان تشوف نظامك يوم بيوم وكمان جميع الانظمه. ولو ما عندكش اندرويد ادخل على موقعنا الرسمي لو نفسك تخس، واشترك في قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخس اللي فيها كل الفيديوهات التشجيعيه والحماسيه وكمان المعلومات المهمه جدا، وادخل على قناه مطبخ لو نفسك تخس، لو نفسك في اكل صحي رائع جدا جدا،
وبأسهل الطرق. وكمان تابعنا على الفيسبوك صفحة لو نفسك تخس الرائعة مع فريق عمل قوي جدا هيشجعك ويقويك ويدعمك خلال رحلة التغيير. وادخل على انستجرام لو عندك حساب على الانستجرام هتلاقينا برضو هناك وبنشجعك وبنقدم لك النظام بشكل يومي من خلال الانستجرام. أما لو عندك تليجرام فهتلاقينا برضو وهتلاقي قناة لو نفسك تخس على التليجرام اللي هتشجعك واللي هتوصلك المعلومات بشكل يومي. أما تويتر فهتلاقينا برضو على تويتر بنشجعك وبنقدم لك النظام.